من المعهود أن تشهد محطات النقل خلال عيد الفطر ضغطا غير عادي مع تزايد الطلب على وسائل النقل، لكنه ليس الحال هذه السنة. فمحطة المنصف باي التي طالما عرفت باصطفاف المسافرين وازدحامهم خلال أيام العيد هذا النقص في الرحلات، ويؤكد المسافرون من جهتهم على أن هذا الفراغ والنقص في المسافرين غير معهود. بالنسبة للسنة الواجهات كلها متوفرة وما فماش اكتظاظ للركاب كيف الأعوام السابقة. السنة نقصت ناقصة معناها المواصلات على الواجهات يروحوا ناقصة برشا السنة بصفة بتدري يكون سخانة بتدر فما على العطلة فما الناس روحت قبل العيد، أما الموجودين الكثرات بركان الواجهات موجودة معنا بكثرة. ماهيش معبية برشا معناها العباد اللي يجي يمشي معناها فماش تعطيل، إذا كان كانت معبية راهي معناها راهي فما كومبرومو ما فماش الواجهات وفما تعطيل، مادام ما فماش عباد برشا معناها الواجهات موجودة وسيرفيس مريك. السنة ما فماش خدمة مقارنة بعملنا من الحكم معناها أمن مستثب في البلاد واحد راك تشوف نعبيو بالبلاصة بلاصة سنس قبل الجمعة قبل الجمعة تقال هنا الراكب واقف ما فماش الواجهات معناها خدمة ميتة على الآخر. اليوم تاع المحطة ولا تنجم تقول رايض باهي سافا ترقى بلايص وكل شيء، ما معناها ثم بلايص ثم معناها ناقصين ثم الواجهات كما نقولوا برشا عباد شادين الصف كما ريت غادي وثم بلايص فارغين ما ثماش برشا عباد. معناها يمكن شويه نظام ولا يكثروا شويه الخطوط البعيده مثلا الناس ما نعرفش شكون يبدا بعيد، انا مروح لسوسه مثلا ديما نرقى لسوسه ركوب، باقينا يمكن البلايص الاخرين ما نعرفش قفصه قصرين قروان يوفروا لهم اكثر ولا ينظموهم اكثر خاطر كما ترى شفت قداش ثم بعيد صف. بالنسبه للعام السنه ما لقيناش جمله، وصلنا خمس ايام في مسير ما نخرجوش، من مسير توس نقعدوا بالخمس ايام بالاربع ايام ما نخرجوش، اثر علينا المحيط هذا اثر علينا بالباي بالباي، عملوا كما يقولوا خدمنا بالباي ولا تعملوا خدمنا بالباي، السنه تعبين برشا. صار فينا باتوا مثلا توقع ثلاث ايام ما تخرجش في السير، زيل تونس توقع نهارين ما تخرجش، حتى مصروف ما جاش كما يقولوا حتى قاعد يقول هو مصروف واعد وعاش مقابله جمله، خدمه صدقني تعبنا ياسر، اثر علينا المناخ الجو هذا، المشاحنات السياسيه وهذه اثرت علينا ياسر. السنة ما نكذبش عليك، ريت المحطه مش ما هيش هي. مستانسين الواحد في ايامات العيد كيف هكا، نعم دي فواياج تروا فواياج. السنة ما نكذبش عليك، يعني جيت من البارح واني بيت اليوم وشوف ثلاثة ايام وشوف نعبي شوف لا كل عام تقني لنا في ستاسيون تاع منصبيه روح انت احكي لنا سنة مقارنه بعملي والويل تعملي كيفاه الجو في المحل؟ والله معناتها تحس العبيد ماهيش مرتاحه في الستاسيون، ما ثماش برشا ركاب ما ثماش برشا ترانسبور، ومعناتها بوضع البلاد سافاريا معناتها ثم نوع ارتباك نفساني في العبيد تلقاهم مش مرتاحين فهمتني، ديجا تواني ثلاث سوايع ولا اربع سوايع نستنى في الستاسيون. مقارنة عملاو لنا بريسك كل عيد موجود لهنا، مقارنة عملاو معناها ما فماش كضغط كبير معناها عباد كذا تشوف حتى الواجهات موجودة والعباد ما فماش، ما عرفش العباد كيفاش روحت ولا تصرفت، بالنسبة لي أنا روحت سيدي بوزيد كل عام حاسيلو هكا ما فماش توا الواجهات سيدي بوزيد واحدة بركة معبية ما فماش، الآخرين تجي تحكي معايا يقول لك خويا ما نجمش انا نجي على خاطر توا سيدي بوزيد باش يجي من غاديك ب 30 دينار مازوت وما فماش عباد جايه من سيدي بوزيد لتونس، يولي معناها تتحاز الواجهات كلها غاديك. محطة القطارات ببرشلونة الوضع مختلف تماما، ازدحام كبير واجواء احتفالية واضحة، مهرج يرقص مع الاطفال على نغمات الموسيقى التي طغت على اصوات المسافرين المنتظرين لموعد رحلاتهم التي اكدوا على انها منتظمه ولا اشكال فيها. طبيعه اجواء العيد مش تكون السفر حاله خاصه اكثر من الايامات العاديه من حيث عدد الحضور يعني عدد الركاب والمسافرين في المحطات والزحمه وما الى ذلك، لكن والله لاحظنا اليوم بصفة خاصة المرة هذه ثم شوية نظام ثم احترام يعني للمواعيد متاع السفرات، لابد من شوية تعب استعب متاع السفر، حتى المسافر هو يعني يعتبر من المجاهدين تعبين يتعبوا شوية تعب نضحيوا شوية نتعب نصبروا حتى كان شوية روتار هكا ولا هكا ونتعاونوا كلنا، الإطار متاع شركة النقل ولا المسافرين يصبر على بعضهم ويتعاونوا ان شاء الله يعني يتم العيد في اجواء طيبه وتوصل الناس الكل بسلامه ولباس وعيد مبارك للجميع. فرحه العيد واضحه في شوارع تونس رغم الاجواء السياسيه المشحونه التي يتمنى ان ينساها الشعب ولو في مثل هذه الايام لتكون ايام عيد لكل التونسيين.